هو الأهم من ذلك، يعني أنا مع يعني جميع المواقع النووية الإيرانية من المعروف إنها معظمها في الجبال وتحت ولها أنفاق تحت الجبال بقدرة مميزة وبأعماق مميزة تتجاوز ال 500 ل 1000 متر. نفس الأنفاق لهذا النوع، النفق الدفاع المزمع إنشاؤه أو متوقع إنشاؤه، يعني في سياسة الأنفاق وفي تصميمها بتكون في أعماق لا تقل عن 500 ولا تزيد عن 2000 متر. فهذه أنفاق عميقة، وأحيانا بتكون دولة تحت الدولة، يعني دائما تفسر حتى هذا التفسير أن هناك دولة تحت الدولة، فهناك أماكن للإعاشة، هناك أماكن لتجمع الأفراد، هناك مخازن للإيواء، هناك أماكن للإعاشة، أماكن للسلاح، أماكن تصل لمرحلة المركبات وأحيانا الطائرات وتجهيز الصواريخ. من السهل اكتشاف هذه عسكريا، من السهل اكتشاف هذه الأنفاق من خلال الأقمار الصناعية والإنفراريد وخلافه، ولكن من الصعب يعني تدميرها أو استهدافها إلا بقنابل معينة بزينات معينة. فلا يعني لا أتوقع أن إسرائيل تستطيع تنفيذ أو استهداف هذه العناصر إلا بدعم، أو هذه الأنفاق إلا بدعم مباشر من الولايات المتحدة وهنا الأمريكية بالضبط. هنا نقطة مهمة أيضا دكتور أحمد، عندما نتحدث عن أنفاق كهذه ربما الأنفاق تكون مكشوفة في بدايتها للأقمار الصناعية سواء للولايات المتحدة أو لإسرائيل، وتعلم أن هذا هو مكان النفق كما يحدث ربما في قطاع غزة، ويعلم الجيش الإسرائيلي مكان الأنفاق، لكن ما بعد ذلك في العمق الداخلي. ولذلك سألتك عن النجاعة، باستطاعة إسرائيل أن تقوم بذلك منفردة أم ستقوم بذلك إن أرادت ضرب أنفاق كهذه مع الولايات المتحدة؟ وهل هناك أنواع قنابل ربما تصل إلى العمق الذي تفضلت بذكره، نتحدث عن 1000 متر ربما؟ يعني أولا، يعني صناعة الأنفاق أو إنشاء الأنفاق تأخذ مدة زمنية طويلة، ليست يعني من أنواع الإنشاءات التي يعني سريعة الإنشاء أو سريعة التصميم، يعني فهي ستأخذ وقت. وزي يعني أتفق مع حضرتك إن في إطار إنشائها أو بدء العمليات أو مراحل الإنشاء سيتم اكتشافها بطبيعة الحال. إنما السؤال الآخر بأنه بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية فقط، هي من تملك الأسلحة أو القنابل الموجهة ذات زينات مختلفة برؤوس مختلفة، رؤوس تفجيرية تصل لألف كيلو وتصل لأكثر من 1000 كيلو. في هناك أنواع من البوب 500 كانت تستخدمها في أفغانستان واستخدمتها في غزة، قادرة على يعني التعامل مع الصخور ولعمق يتجاوز 1500 متر ويصل إلى 2000 متر. هناك قنابل جدام وجي بي يو الموجهة قادرة على الوصول لهذه الأعماق. كل هذه الأسلحة، وهناك أسلحة لم يعلن عنها، في يد الولايات المتحدة الأمريكية، وتدعم حاليا بها إسرائيل بقدر معين، ولكن استخدامها تسمى هذه نعم الأسلحة أسلحة استراتيجية مهمة لا تخرج إلا بحساب معين. ولكن مع تولي ترامب حتى الإدارة السابقة كانت تدعم إسرائيل بشكل واضح في أثناء تدمير أنفاق غزة بشكل كبير، ولكن برغم كل هذه الترسانة لم تقدر على تدمير الأنفاق بشكل كبير، لأن الأنفاق بطبيعتها هناك تشابكات. فإذا أعلنت إيران عن نفق واحد دفاعي، فهناك بالتوازي من المؤكد أن هناك أنفاق أخرى، فسيكون لها مسارات وارتباط تمام بها بشكل مستقبلي في